أيها الأخوة الكرام والأخوات المؤمنات، في مستهل خطبتنا هاته نتقدم برفع العزاء كل العزاء إلى مقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وإلى جميع شيعة آل محمد ومحبيهم، وإليكم أيها الأخوة الكرام بمناسبة حلول ذكرى عاشوراء الإمام الحسين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا ولكم الأجر ويجزيل لنا ولكم المثوبة، وأن يكتب لنا ولكم جميعا قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين، إنه سميع مجيب. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علينا هذا العام عام 39 بعد 400,000 عاما مباركا مفعما بالخيرات والمسرات والانتصارات، وبفرج سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يدخل عاشوراء بإحياء ذكرى مآتم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يدخل عاشوراء بالحزن والأسى على ما جرى على أهل البيت عليهم السلام في سنة 61 للهجرة. تتجدد الذكرى وتتجدد الآهات وتتجدد الزفرات وتتجدد الأحزان بما جرى على الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في عاشوراء في ذلك العام. فحينما يرى كل مؤمن، كل محب لأهل البيت هلال عاشوراء يستشعر الحزن والأسى، بل يرى أن حالة من الأسى والحزن تكتسي الأفق بأسره وتعم أرجاء البلاد والعباد. يستشعر الحزن في قلبه ومن حوله حزناً على الإمام الحسين، وكأن الكون بأسره يرتدي ثوب الأسى على ما جرى على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. جاء في الرواية، في رواية الريان بن شبيب عن الرضا عليه السلام قال: دخلت على الرضا في أول يوم من المحرم، فقال لي: يا ابن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم أبدا. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين ابن علي ابن أبي طالب، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل من معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون. ثم يواصل الإمام عليه السلام خطابه وعزاءه لابن شبيب، يقول: يا ابن شبيب، لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه لما قتل جدي الحسين صلوات الله عليه
أمطرت السماء دماً وتراباً أحمراً. ثواب العزاء على الإمام الحسين عظيم، وأجر البكاء كبير جدا، وكل أمر من بكاء وحزن وتعزية ورثاء على الإمام الحسين عليه السلام له أجره العظيم وثوابه الكبير، ويعد انتصارا للإمام الحسين وانتصارا لمبادئه وقيمه، ويكتبك الله سبحانه وتعالى من أنصار الإمام الحسين عليه السلام، يعد إحياء لتلك المصيبة والفاجعة. ولهذا ينبغي بنا ونحن نحيي ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام نحييها بما يتفق مع تلك الحادثة، وما يتفق مع أهداف تلك الفاجعة الكبرى والحدث الحسيني الكبير. يجب علينا أن نراعي أولاً استشعار الأسى والحزن كما قلنا في قلوبنا في نفوسنا، وأن يستحضر الإنسان حالة الحزن لوعة على ما جرى على أهل البيت، وذلك أمر طبيعي، لأن القلب إذا كان يمتلئ بحب الحسين، يمتلئ بحب أهل البيت، يمتلئ بحب الإمام عليه السلام وأهل البيت جميعا، ويعرف ما جرى عليهم وما حدث بهم، لا شك أن القلب يعتصر بالألم والحزن والأسى. يقول الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور، وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين. يستشعر الحزن عمره كله على ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام. إذن هذه اللوعة، هذه الحزن، هذا الأسى ينبغي أن نحضر به مآتم الحسين ونستقبل به عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، نستقبله بلوعة الحزن والأسى والافتجاع على ما جرى على أهل البيت عليهم السلام. هذا من الداخل، كذلك من الخارج، مراعاة المظهر الحسيني في حياتنا، في سلوكنا، في آدابنا، في أخلاقنا، في مجالسنا، في ملابسنا، في جميع تصرفاتنا، نراعي مظهر الحزن والأسى، المظهر الحسيني أيام عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. والحمد لله نحن في مآتمنا، مجالسنا، نراعي ذلك، وينبغي بنا أن نعيش بالفعل الأسى والحزن في مظهرنا الخارجي، يعني أن يكون الخارج حاكيا عن الداخل، الظاهر حاكيا عن الباطن. إذا كان الباطن ممتلئ بالحزن والافتجاع على الإمام الحسين، فلا بد أن يكون الظاهر كذلك أيضا حاكيا لما في داخلي من حزن وأسى على ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام. وهذه السيرة المتبعة لدى شيعة أهل البيت منذ قرون وقرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا المظهر الحسيني. يقول:
الشيخ جعفر السيد جعفر الحلي قدس الله نفسه الزكية، في كل عام لنا في العشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك، وكل مسلمة ترمي بزينتها حتى السماء رمت عن وجهها الحبك. أجواء عاشورية، أجواء حزن ينظمها السيد جعفر الحلي في ذلك العصر وذلك الزمان الذي عاشه، يقول في كل عام لنا في العشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك، كل الأرجاء والدور والسكك كلها تعيش حالة الحزن والأسى، والمظهر الحسيني على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وينظم كذلك من ذلك العصر ومن ذلك الزمان أن نساء شيعة أهل البيت إذا دخل المحرم ألقينا بما عليهن من الزينة واكتسينا بالسواد والحزن والأسى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أيضا ينبغي بالإنسان المؤمن أن يفرغ قلبه لحضور مجالس الحسين وعدم الاشتغال بأمور الدنيا، يعني أيام عاشوراء الحسين يعطي وقتا إلى مآتم الحسين عليه السلام، يعطي وقتا لحضور المآتم وحضور مجالس العزاء وحضور مواكب العزاء يشارك فيها ويجلس فيها مجلس المعزى الحزين وكأنه هو صاحب العزاء وصاحب المصاب، وبهذه الكيفية يستطيع أن يحافظ على تلك الأجواء الروحانية وكأنه هو صاحب العزاء، فيئن مع الخطيب ويردد مع الخطيب ويفتجع معه ويكثر من السلام على الإمام الحسين عليه السلام. وكيف الإنسان لو أن لا سمح الله إنسانا فقد عزيزا وجلس في مأتم حزن على عزيزه، كيف يجلس كئيبا حزينا يئن ويبكي؟ كذلك نحن في مصابنا وعلى الإمام الحسين عليه السلام أيضا نحضر مآتم الحسين بهذه الحالة وبهذا الاستشعار وبهذه الروح، وكأننا نحن أصحاب العزاء على الإمام الحسين عليه السلام. كذلك أن يكون عندنا في إحياء عاشوراء الإمام الحسين هدف كبير. الإحياء من أجل هدف عظيم. أنا أحيي عاشوراء الإمام الحسين كما أنا أحييه أسا على ما جرى، أحييه أيضا لهدف وغاية كبيرة، إيصال، وهو إيصال رسالة الإمام الحسين للأمة كافة، وهذا يتوقف على معرفة رسالة الإمام الحسين عليه السلام. لماذا خرج الإمام الحسين؟ لماذا ذهب إلى كربلاء؟ لماذا ضحى؟ لماذا بذل كل غال ونفيس؟ وهو الذي يقول في رسالته للأمة: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي. إذن الإمام الحسين عنده رسالة، الرسالة رسالة كبيرة، الرسالة على مستوى الأمة، يريد الإصلاح في أمة جده، الإصلاح على مستوى الأمة.
ويريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يريد أن يطبق عمليا أيضا سيرة جده وأبيه. إذن الإمام الحسين عليه السلام عنده رسالة، عنده رسالة وعنده أيضا كذلك تطبيق عملي لتلك الرسالة. عنده رسالة إصلاحية للأمة كافة، وأسلوب إصلاحي وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبرنامج عملي وهي سيرة جده وأبيه. نحن حينما نحيي عاشوراء الإمام الحسين ينبغي أن يكون إحياؤنا لعاشوراء الإمام الحسين إحياء إصلاحية، وأن نستهدف بإصلاحنا الأمة كاملة. يعني لابد نحن ونحن نحيي عاشوراء الإمام الحسين نوصل رسالة الإمام الحسين للأمة بل للإنسانية جمعاء. يعني نقدم الإمام الحسين للأمة كمشروع إصلاحي عظيم للأمة الإسلامية وللإنسانية جمعاء كافة. بهالكيفية نحيي الإمام الحسين ونقدمه للأمة كمشروع إصلاحي عظيم يريد أن يصلح الأمة بل يريد أن يصلح الإنسانية جمعاء. وبالتالي أنا أنظر إلى أي إحياء أحيي به عاشوراء الإمام الحسين، إلى مأتمي، إلى موكبي، إلى قصيدتي، إلى عزائي، إلى رثائي، إلى تمثيلي، إلى مسرحي، إلى قصيدتي التي أنظمها، لا بد أن تتفق مع مشروع الإمام الحسين عليه السلام، مع رسالة الإمام الحسين، مع أهداف الإمام الحسين، مع الهدف العظيم الذي خرج من أجله الإمام الحسين وضحى بتلك التضحية، والتضحية عظيمة. الإمام الحسين ما ضحى بفلوس، ولا الإمام الحسين ضحى بقرابين من الغنم يقدمها يوم العيد في منى. الإمام الحسين ضحى بنفسه، وضحى بالخيرة الخيرة من أهل البيت، وضحى بخيرة أصحابه، وكان أصحابه من خيرة علماء ورجالات الأمة الإسلامية في عصره. يعني أنت تتصور الآن مثلا إمام معصوم في هذا الزمان يضحي بسبعين من كبار المجتهدين والفقهاء في هذا العصر. دور لكل المراجع وكبار الفقهاء والمجتهدين ويضحي هو معهم، يستشهد معهم. سير التضحية كبرى ولا لا؟ أنت الآن يهتز كل وجدانك حينما مثلا يستشهد شهيد أو يستشهد عالم أو يستشهد فقيه، فما بالك إذا استشهد مرجع، فما بالك إذا استشهد معصوم ومعه سبعون من خيرة أهل الدنيا علما وورعا وفقها وكمالا وخيرة أهل بيته. إذن التضحية عظيمة جدا. الإمام الحسين إذن الرسالة كبرى والهدف عظيم، رسالة على مستوى الأمة، مشروع إصلاحي على مستوى الأمة كافة، والتضحيات كبيرة جدا جدا التي قدمها الإمام الحسين عليه السلام. وكان باستطاعة الإمام الحسين أن يعيش ويعيش عزيز. الإمام الحسين هو أعظم شخصية في العالم الإسلامي في عصره، وبيعيش في المدينة المنورة محترم من كل علماء وأطياف ورجالات الأمة ومن كل عموم أبناء الأمة الإسلامية، والكل ينظر إليه بأنه سبط رسول الله وريحانته. أينما ذهب وأينما حل فسوف يلاقي الإجلال والتعظيم والإكبار.
ولكنه نظر إلى الدين، نظر إلى الإسلام، نظر إلى الإنسان، نظر إلى العدالة على وجه الأرض التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. وكما روي عن رسول الله أنه قال: على العدل قامت السماوات والأرض. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وخلق الله السماوات والأرض بالحق. بالعدل، خلقها الله بالحق بالعدل، على الحق قامت السماوات والأرض. ولا بد الإمام الحسين عليه السلام أن يحق الحق. إذن وأنا أحيي عاشوراء الإمام الحسين، إحيائي لا بد أن يكون إحياء إصلاحي، أنا أكون صاحب رسالة وصاحب مشروع كما كان الإمام الحسين عليه السلام حينما ضحى خرج وهو صاحب مشروع، صاحب رسالة، وصاحب أسلوب أيضا، وأيضا صاحب كذلك عملية تطبيقية. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. يقول علي عليه السلام: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن اللهم إنك تعلم أنه لم يكن تنافس في سلطان أو تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك ويعملوا بفرائضك وسننك وأحكامك. هذا الهدف. لم يكن تنافس في سلطان ولا التماس في فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك، نعلم الأمة معالم الدين ونظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك، يأمن الناس، لأن إقامة العدل يعم البلاد بالأمن ويستشعر الأمن الجميع. ويعملوا بفرائضك وسننك وأحكامك. تطبق الشريعة، يعني يتحول المجتمع إلى مجتمع أيضا مجتمع إسلامي، والعمل بجميع أحكام الدين وشرائعه وفرائضه. إذن لا بد، ونحن نحيي عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، أن نحيي عاشوراء بالهدف الحسيني. أما أن نحيي عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام بأساليب تسيء إلى الإمام الحسين وتسيء إلى عاشوراء الإمام الحسين، ناهيك عن أن تصب في المشروع الإصلاحي الكبير للأمة الذي من أجله خرج وضحى الإمام الحسين عليه السلام. أيضا بالتالي لا بد من إظهار عظمة ومبادئ وقيم ومثل الثورة الحسينية، وذاك يتوقف على كيفية الإحياء. الإمام الحسين عند مبادئ، عند قيم، عند مثل، وهذا كيف أن أظهر مبادئ وقيم ومثل الإمام الحسين إذا كان إحيائي إحياء مبادئي، إحياء قيميا، إحياء إصلاحيا
أما إذا كان إحيائي لعاشوراء الإمام الحسين عليه السلام مجرد نوع من الطقوس التي ربما لا تمت إلى عاشوراء الحسين ولا إلى الحسين، بل ربما تسيء إلى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، فماذا قدمتنا من مبادئ وقيم ومثل كربلاء وعاشوراء الإمام الحسين عليه السلام؟ كذلك لا بد من المزاوجة بين الفكر والعاطفة في إحياء عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. فلا الإحياء الفكري وحده كاف، ولا الإحياء العاطفي كما يحاول البعض، وخصوصا ما ظهر لنا في هذه السنين كاف كذلك، بل لا بد من المزاوجة والممازجة بين الفكر والعاطفة. وهي بالتالي العاطفة تعبير عن الحب وشجب للجريمة النكراء، وأيضا كذلك يؤدي إلى تخليد الذكرى من خلال تأثيرها في الشعور الإنساني. العاطفة تعبر عن الحب، العاطفة تشجب الجريمة، العاطفة يكون لها دور في تخليد الذكرى، العاطفة يكون لها تأثير في الشعور الإنساني، في العمق الإنساني، في القلوب، في الوجدان. وفي نفس الوقت أحيي أيضا كذلك مبادئ وقيم وفكر وأهداف الإمام الحسين عليه السلام. أحيي فكر، أبني عقول، أبني عقول وأبني قلوب في عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. أبني العقول بالفكر والعلم والعطاء والأهداف والقيم، وأبني القلوب بتلك العاطفة واللوعة والافتجاع والنداء، وحسيناه وإماماه وسيداه. بالتالي لا بد أن يكون أسلوب الإحياء يجب أن يكون متفقاً مع الأهداف ومع المبادئ ومع رسالة الإمام الحسين عليه السلام، والهدف العظيم الذي خرج، الهدف الإصلاحي العظيم الذي خرج من أجله الإمام الحسين عليه السلام. كل الفعاليات يجب أن تحمل رسالة الإمام الحسين عليه السلام، والاستمرار في هذا الإحياء بتلك الطريقة، الاستمرار في إحياء عاشوراء الإمام الحسين بما تحمل من مشروع إصلاحي عظيم وبما تحمل من أهداف وقيم، هو معناه انتصار للإمام الحسين، وأن الإمام الحسين انتصر، لأن انتصار الإمام الحسين بانتصار مبادئه، بانتصار أهدافه وقيمه. فإذا أحييت عاشوراء بتلك الأهداف والقيم والمبادئ، فأنا عندئذ انتصرت للحسين، وجعلت الإمام الحسين بحق خالدا منتصرا. وإلا يمكن أن أنا أخلي الحسين وأجد عاشوراء الإمام الحسين، يمكن في أمم إلى الآن تحيي بعض العظماء لها بصور هزلية، بل في أصحاب ديانات سماوية يخلدون أنبياءهم بصور لا تمت إلى ذلك النبي بصلة بتاتا. حرفوا مبادئه، حرفوا كتبه، حرفوا شخصيته، فلا نصير نحن مثلهم. هم أولئك يحيون، ولكن يحيون مبادئ محرفة وقيم محرفة وعقيدة محرفة، ويحيون شخصية محرفة، ويصورون صورة إلى ذلك النبي وإلى ذلك الرسول لا يمكن أن يقبلها عقل، ولا يمكن أن يقبلها دين سماوي. بالتالي نحن حينما نحيي الإمام الحسين علينا أن ننتصر للمبادئ، وننتصر إلى تلك
القيم ليكون الإمام الحسين حيا ليبقى وتبقى مبادئه حية وخالدة. والتعريف والإحياء يجب أن يكون تعريفا بمبادئ الإمام الحسين عليه السلام، وتجسيد وترجمة لشعارات الإمام الحسين، وتعري للظلم والظالمين الذين عراهم الإمام الحسين عليه السلام. شعارات الإمام الحسين هيهات من الذلة، شعارات الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، شعارات الإمام الحسين عليه السلام إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. شعارات الإمام الحسين عليه السلام حين يقول حياتكم في موتكم قاهرين وموتكم في حياتكم مقهورين. حياتك حينما تموت قاهرة، وموتك حينما تحيا مقهورة. هذه رسائل الإمام الحسين عليه السلام، شعارات الإمام الحسين. حينما أحيي الإمام الحسين عليه السلام أحييه بتلك الطريقة، وأمازج بالتالي بين الهدف والمبدأ والفكر والعاطفة. وهكذا أحيا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عاشوا وراء الحسين بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. يدخل دعبل الخزاعي على الإمام الرضا عليه السلام نادبا الإمام الحسين ومعزيا، وقد نظم قصيدته التاعية المعروفة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام. يقول دعبل: دخلت على سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا في مثل هذه الأيام، فرأيته جالسا جلسة الحزين الكئيب وأصحابه من حوله، فلما راني مقبلا قال لي: مرحبا بك يا دعبل، مرحبا بناصرنا بيده ولسانه. ثم إنه وسع لي في مجلس وأجلسني إلى جانبه، ثم قال لي: يا دعبل، أحب أن تنشدني شعرا، فإن هذه الأيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت، وأيام سرور كانت على أعدائنا. يا دعبل، من بكى وأبكى على مصابنا ولو واحدا كان أجره على الله. يا دعبل، من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى لما أصابنا من أعدائنا حشره الله معنا في زمرتنا. يا دعبل، من بكى على مصاب جدي الحسين غفر الله له ذنوبه البتة. فنظم قصيدته التي منها: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخاد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض ثلاثي. أخذ الإمام الرضا عليه السلام يبكي ويجهش بالبكاء على جده الحسين. لهذا يقول السيد كاظم الكعبي: ما انتظار الدمع ألا يستهل، وما تنظر عاشورا أهلا، هل عاشورا فقم جدد به مأتم الحزن ودع شربا وأكلا. كيفما تلبس ثوب الحزن فيه مات من أحزن أملاكاً
ورسلا، كيفما تحزن في يوم به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلاً.